تستمر جهود محاربة داعش وخاصة في المناطق التي يحاول التنظيم الإرهابي معاودة نشاطه الخبيث منها مخيم الهول في ريف الحسكة شمال سوريا. ففي تلك المنطقة اعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية عشرات المشتبه في انتمائهم لداعش. يأتي هذا في إطار أكبر حملة أمنية شهدها المخيم، نفذتها قوات مشتركة من الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي. فهل تنجح هذه الحملة الأمنية في درء خطر عودة التنظيم من جديد؟ معنا الآن من فيينا الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار. أستاذ رياض، مرحبا بك معنا. أعطينا معلومات إضافية إذا كانت لديك حول هذه العملية اللافتة لمحاربة تنظيم داعش في هذه المنطقة. مرحبا بكم، حياتي لكافة المشاهدين. الأحداث الأخيرة في مخيم الهول تدل على نوع من التصعيد الذي يقوم به هذا التنظيم عبر الخلايا النائمة التي اخترقت هذا المخيم من خلال حملة الباغوز. دخلوا كأشخاص عاديين ويبدو أنهم كانوا بإمكانيات غير عادية، لذلك بدأ هذا التنظيم في الفترة الأخيرة نتيجة تغيرات في الأحداث، نتيجة تصورات أن هناك إمكانية لتحويل مخيم الهول إلى باغوز ثانية، وبالتالي بدأت تحركات كثيرة، منها اغتيالات لكثيرين من المخالفين، ومنها إعدامات حصلت بين الأعضاء التنظيم أنفسهم، وبالتالي استوجب ذلك هذه الحملة لتطهير هذا المخيم من المتشددين الذين بانت أظافرهم وأنيابهم، وهذا هو الأمر الجاري حتى الآن. ما الذي أتاح لهؤلاء التسلل إلى هذه المنطقة؟ هذه المنطقة من المفترض أن تكون قد تم تطهيرها في الماضي، ما الذي جعل المسألة متاحة بالنسبة لعناصر التنظيم؟ مخيم الهول بالمناسبة وسط صحراء محيطة من كل الجوانب، وهو يبعد مسافة لا بأس بها عن مدينة الحسكة وعن القرى المجاورة، إلا قرية قريبة منها هي قرية الهول، وبالتالي فإنه في إمكانية للزحف بشكل أو بآخر من خلال الفوضى التي تحصل بين حين وآخر. وبالتالي فالمسألة ليست مسألة بدخول أعضاء من التنظيم إلى المخيم، إنما هناك إعداد داخل المخيم، والنساء الداعشيات هم أكثر خطورة الآن من الرجال الذين كانوا يقاتلون في الباغوز، وكذلك الأطفال الذين الآن أصبحوا على مستوى مقبول من السن. وتعلمون أن أشبال داعش كانوا يتعلمون القتال وهم أبناء 7، ويضربونهم عليها وهم أبناء 10 حتى يصبحوا مقاتلين ومجاهدين وما إلى ذلك. فهم الآن أكثر من 10 سنوات، الذين بقوا لهم حتى الآن 3 سنوات في المخيم، اعتادوا على مخارجه ومداخله وأساليب العمل فيه، وبالتالي فإن تنظيما داخل المخيم موجود، وخاصة من النساء الداعشية. هل هذا يدل بشكل من الأشكال أستاذ رياض على أنه يجب استثمار أكبر ربما في الموارد المتعلقة بالاستخبارات، خاصة الاستخبارات البشرية، للتأكد من أنه هذه العناصر غير موجودة، وإن كانت موجودة لا تزداد نشاطا ويمكن السيطرة عليها؟ في داخل المخيم هناك اعتداءات حتى على من يقترب من الباب الرئيسي لاعتباره قريبا من باب الإدارة، وبالتالي فإن الاغتيال ينال من يقترب لأنه يعتبر جاسوسا أو متعاملا مع إدارة المخيم. هذا الحرص هو حرص بتركيبة ذات الأفراد، سواء كانوا من النساء أو من الدواعش الموجودين من العراق أو من السوريين أو من الأجانب الموجودين بصفة أو بأخرى، كانوا عندما دخلوا المخيم على أساس أنهم كبار في السن أو عاجزين أو مصابين، ولكن يبدو أن الأمور أصبحت أكثر حركية الآن. وتعلمون أن الأذهان تتحرك عندما تريد أن تستغل الأطفال والنساء،
وهناك من يستطيع أن يحرك هذه الظواهر. إضافة لذلك المنطقة أيضا أصبحت موبوءة بالخلايا النائمة التي بدأت تتحرك، وهذا الكلام يشمل كل المنطقة الشرقية وليس مخيم الهول وحده. ذكرنا في المقدمة أن هذه العملية الأمنية تمت بتعاون قوات من الإدارة الذاتية، قوات سوريا الديمقراطية، وأيضا بدعم من التحالف الدولي. دور التحالف الدولي ماذا تحديدا هنا؟ التحالف يدعم استخباراتيا ويتابع بالوسائل الحديثة التي لديه بمعرفة الأماكن التي يمكن أن يكون هناك فيها سلاح مخبوء أو فيها وسائل قتل محددة موجودة، وبالتالي فهذا دورهم الآن، بالإضافة للمتدربين الذين تدربوا على أيدي التحالف وصار لديهم الإمكانيات الكافية لمواجهة مثل هذه الأحداث. شكرا جزيلا لك الأستاذ رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، كان معنا من فيينا.